السلام عليكم، اهلا وسهلا. الفيديو ديال اليوم هو الفيديو اللي شفنا دابا منتشر بزاف في هاد اليوتيوب هذا، وهي رجعت بحال ظاهره ما فهمتهاش انا. هاد الظاهره اللي رجعت ما بين الدراري والاباء ديالهم والاباء مع اولادهم، الله يحفظ. وصافي شنو نقول لكم؟ الله يحفظ، لان كنقولوا حنايا المحنه قلالت والكبده نشفات. باش الولد الله يستر مع والديه، الطريقه باش هضر مع امه والطريقه باش كان مستفز وكيهضر مع امه، يعني الله يستر، الله ما كاش عليه يدير هكاك. والام الطريقه باش سجلات ولدها، حتى هي ما كاش عليها دير هكاك لانها ولدها هذا كيف ما كان الحال. فما فهمتش انا، حتى كيبقاو يتعايروا في اليوتيوب ويعاودوا ويشوفوا ولادهم والدراري يشوفوا والديهم، وكيبقى كيدور اليوتيوب راه العالم كامل كيشوفوا. عاد كيرجعوا للصفحة عاد يتصلحوا. عاد نخليكم تشوفوا الفيديو. ها هو هاتي ربعة د السن كنحسوا الكاردا حوية ديال الناي. La petite a bien dormi, elle veut changer. La petite a bien dormi, tout à l'heure elle pleure, je jure, je suis en train de lui donner le sein. Tu sonnes trois fois, tu sonnes trois fois. D'abord je suis en train de donner le sein, tu veux que je sorte avec mon sein? Oui mais... C'est quoi? Je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? D'accord, moi aussi j'ai des enfants, moi aussi j'ai des responsabilités, et moi aussi je suis malade. C'est quoi ça suffit? J'en ai marre. Bismillah. Ardan mtashkah dima? Bismillah. صافي هادشي اللي بغيتي توصل. انت اللي بغيتي هادشي، وليتي محكوم. انت اللي بغيتي توصل هادشي، انت اللي ما كتحرمينيش. جيت باش نشوف انت ولادك. لا 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 جيتي كتقلبي على الصداع. ما كنقلبش على الصداع حاشا، داكوغ نحلف بالله ما كنقلبش على الصداع. جيتي على رجليك دابا؟ جيت في الطوبيس. جيتي في الطوبيس وكي غتدخلي دابا؟ وقلت ولدي غيوصلني من بعد. ولا غتقولي عليا قلت انا راه ولدتك. ولدتيني. قلت انا راه ولدتك وربيتك وغادي نجلس معاك ونشوف الدراري وتوصلني. وي مي هي دي زيغ اوكيل يفو فينير. يفو بريفينير. ثمانية نزيك صباح. دو كوا ثمانية نزيك صباح دو كوا. مال الوقت زا. في تون تليفون. مال الوقت. مال الوقت. مال الوقت. في تون تليفون. يا بلا ما في تون تليفون. اغد دو فيغ لا كروش. ريدا راه صاحبك. ما صاحبي حتى واحد، انايا ما عنديش صاحبي. ريدا كيعرفك. اغد دو مابيك لي تليفون دي جون. اغد دو مابيك لي تليفون دي جون. ريدا ولد. ريدا ولد. والنعناع. شغل بريرة صغار. ما تشوف حتى واحد، كلشي تنعس. دابا شربي الكوش ديالك ونوصلك. ايه ها وليدي. ايه ها وليدي هذا هو الجزا ديالي. هذا هي الجزا. ايه ها وليدي. الحمد لله راه حليت لك الباب خليتك تدخلي. ايه ها وليدي. لا ما كنتي تعصيني في الباب حسن تلحني مع الدروج. زيد على ناسي حسن تلحن ندفعني مع الدروج. انت جيت من الخدمه جاي باك صافير. باك صافير؟ باك صافير. كنسمع ليها كدور حدا الباب والدراري كيغوتوا وقالت لهم اجي لهنا. ما تقربيش للباب، تخلي سوق راسك. ما تجيش ما تقربيش للباب. وعلاش كتجيبها انت وكتجي موراك؟ علاش كتجي موراك ملي ما بغاتنيش؟ شكون اللي كيجي مورايا؟ هي. شوف ما غاديش مازال نوصلوك. ما غاديش مازال نوصلوك، ما تعيطيش ليا، غنقطعو معاكم نهائيا. ما نوصلكمش، ما غاديش مازال نوصلك بلاش. سي سكو تو فو، تو ريسبكت با لي جون، ماشي مشكل. ولكن صحابني انا ملي جينا عندكم هنا قبل لي فاكونس، واش زعما كطلب باش نجي عندك ودخلت وقلتي ليا قلتي ليا نوضي نوري ليك الدار؟ وجيت من المغرب هشام ما سولتيش فيا، ما جيتيش عندي وبغيت انا نشوفك ونشوف الدراري. لي 8:40 احترمينا، احترمي عائلتي. دابا حليت لك الباب. شكون هي عائلتك الاولى؟ ما عنديش عائلتي الاولى. ما دابا ما تدخل، شوفي ما تدخليش معايا فينا هي. شكون هي هادي؟ ما عندكش عائلتك الاولى؟ ما عنديش عائلتي الاولى. يلا نوصلك، يلا نوصلك. ما عندك امك؟ ما عندك باك؟ ما عندي امي، ما عندي با. دابا المهم ما كتحترمنيش، انا ما عنديش امي. امتى كتجي عندك امك؟ شحال من خطره كتجي عندك في الشهر؟ شحال من خطره كتجي عندك في العام؟ شحال من خطره جيت لهذا الدار؟ الا بغيتي تشربي الكاس. قول لي غير في الحقيقه شحال من خطره جيت عندك لهذا الدار؟ ياك شريتي لابارتومون؟ هشام هشام راه غتحشم راسك. راه القصه ديالك غدور في الجامع وفي بورقا.
مع الشيطان. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دابا شربي الكزاك قبل ما يزحقوا فيك. شربي الكزاك يلاه نوصلك قبل ما راه كبروا في لي غي كبروا في لي غي ما ولاوش هكا بحال. شربي الكزاك يلاه نوصلك. نسلت يا هشام غير 13 عام ديال الريجيم. لا راه مشيت جلست عند فاطمه مزيد تلاقيت معاها في الطريق ودخلتني وجلست معاها حتى لدابا حتى تجي من الخدمه. ها عجبك هكاك اللي درتي انت ولا هي ياك؟ كملتي؟ دابا راه كيبكيو كيبكيو كيغوت بغاو يشوفوني. انا فات قالت ليها ميمو وكتجري عليها قالت لها زيدي دخلي للبيت. الله يرحمك الوالدين يلاه نمشي. خلي والديا ملي ما عندك انت الوالدين ملي ما عندك لا باك لا موك. قلتي ما عندك لا باك لا موك فين كبرتي؟ فين كبرتي؟ فين كبرتي؟ شكون اللي جرى عليك؟ شكون اللي رباك؟ شكون اللي كبرك؟ شكون اللي قراك؟ حتى تخرجتي انجينيور شكون اللي قراك؟ شكون اللي وقف معاك؟ شكون اللي داك العربيه؟ شكون اللي ورى ليك الدين الاسلام؟ هادوي كتقول هاد الهضره ما حشمتيش ما حشمتيش تشوه قدام ولاد بورقار. هادوي الرجال كيقولوا ليه غير كبر لي مجوج دافع على بوسيت وكتجري مع ولادها واليوم كتقول ما عندك لا باك لا امك ورا ما قلتهاش هيا مسجله. كما شفنا الفيديو كنقول لك يا ولدي راه يجي واحد النهار اللي تمنى الشوفه ديالها حتى اليوم ما تلقاهاش. غتمنى الشوفه ديالها حتى ليا غير فاش تكون كتموت وتمنى ترغبهم غير نشوفها قبل ما تدفن وما غاديش تلقاها. تفكر ديك الام لان فين ما كنغلطوا فين ما كنكرجوا الام فين ما كتضربك الحيط وفين ما كيضربك الزمان كترجع الام. الاخ يعوض كتعوضوا الايام الاخت كتعوضوا الايام العائله كتعوضها الايام والاصدقاء الاحباب كتعوضهم الايام ولكن الام ما كتعوضش الوالدين ما كيتعوضوش بالتالي راه ما تلقاش حتى الظهر على من غتكا. فالطريقه باش هضر ويمكن انت ما كنتيش عارف كيفاش الدراري يهضروا مع والديهم يمكن ما علماتلكش هذه القضيه هذه من الاول ما علماتلكش احترام الوالدين ما علماتلكش يمكن لان كاين اللي كيطلع مولف كيكون في الشاش ومولف كيغوت وكلشي كتجي الام عاديه. وكنشوف انا الام الطريقه باش سجلات ولدها يعني راه جايه عواله تسجلو جايه ما موجده انها تسجلو يعني يقدر يكون شي شيطان قال لها شنو دير وسجلاتو ونشرتها. فالحاجه ها انت سجلتي ولدك ها انت شوهتيه هانتي من غدا توقعلو شي حاجه واش ما غاديش تحرك فيك الكبده وغادي تنوضي هانتي شوهتي في العالم ماشي حتى في العائله ماشي حتى في غيبيناتكم ماشي حتى. وكنهضر مع وكنهضرت على ديك العروسه اللي استقبلتها بديك الطريقه بالغوات وكلشي وكانت تمك اللي جات في ديك اللحظه واش غادي ديري لها هكا واش غتحلي لها الباب بديك الطريقه وكانت تمك اللي جات واش غتغوتي عليها بديك الطريقه يعني هنايا كلهم كانوا مستفزين وكلهم ولكن انا كنقول فانا جاني هادشي حسبي الله ونعم الوكيل لا في الاباء ولا في الدراري. والطريقه كي قلت انا باش هضر مع امو يمكن ما قاريش القران مزيان كاين الا كنتي قاري القران وكي قالت هي قراوك وعلمك الدين راه كاين واحد الصوره اللي كتقول ولا تقول لهما اوف ولا تنهرهما وكاين واحد الايه اخرى اللي كيقول لك اني ابلغن عندك الكبار كلاهما او احدهما يعني مازال هاد المراه غتكبر وغادي تعيا يعني راه انت اللي غادي تهزها. فدابا اللي ما حليتيلهاش الباب وما بغيتيش تحل لها الباب كيفاش غادي فاش غادي تكبر وتجي عندك وتهزها. فهادشي اللي كنقول لهاد الكبده اللي نشفات وهاد المحنه اللي قلالت ما نعرف ما فهمتش منها الجايه ما عرفناش منها الجايه والله ما عرفتش لان هاد اليوتيوب هذا كنشوفو فيه الله يستر غير المصايب الكحله وشي حاجه اللي ما كتشرفش فاش الوالدين ولا الولاد يتعاطاو في اليوتيوب ويوليو عاد ويوليو عاد يتصالحوا. فحتى المراه حتى الحاجه راه جايه يعني قاصده
ما عرفناش شنو طاري بيناتهم، ما نقدروش نحكموا شنو طاري، ولكن حقا الحكم غير على هاد انه يهضر معاه بالطريقه ويقول لها بس لحلت الباب، هذيك راها كبيره كبيره بزاف، ولكن يقدر يكونوا بزاف حوايج اللي خلاوها ان توجد وتبريباري داك هذا وتجي باش تسجلو وتلونسيه. لو كان غير سجلتي وصيفطتيه له يقدر يتنادم معاه الحال ديك الساعات ويخاف ويتراجع، ومن يبرد يشوفها يقدر يتراجع معاه الحال، وتانتي غادي تبردي وتندمي على هذا التصرف اللي درتي، غادي تندمي عليها بزاف. وانت دابا تشوفي، لان ما كانش اللي كيبغي شي حاجه خايبه لولادو، ما كانش اللي كيبغي شي حاجه خايبه لولادو. يعني لو كان سجلتيه وصيفطتيه غير بحال دابا ولا وريتيه له ولا قلتي واش عقلتيها انا سجلتك ولا، ولكن باش تنشريه هكاك راني راه اش نقول لك الحاجه، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، في حاله غضب وما نعرف ما فهمتش انا هذا الشيء هذا. يعني هو الطريقه باش كتهضر معها مع امك وقدام بناتك وكتهضر معها بديك الطريقه، عول عليها يا ولدي فاش يكبروا راه غادي يديروك نفس الطريقه وغيهضروا معاك نفس الطريقه، وشوف واش يحلوك الباب كي قلتي لامك لاباس لحليت لك الباب، شوف حتى هما واش يحلوك الباب ولا لا، ولا غير شوفوك كبرتي راه يصيفطوك الميزو دو غوبو، راك شتي هنا فرنسا هضره جوج كيصيفطوهم الميزو دو غوبو، ما كيطولوش معاهم. ف كنقولوا الله تمنى التاليه تكون خير، هذا اللي غادي نقول لك، تمنى طلب منها السماحه، وطلب منها طلب منها السماحه، ما حد حيه طلب منها السماحه، هذا اللي كنقول. وتنقول الحاجه يعني راه الام هي اللي كتستر، والام هي اللي كتجمع الغلط ديال الولد. ياك فاش كان صغير يقدر يكون كيهضر معاك بالنفخه ولا يهضر معاك بسميتو، فاش كتجي انت اللي كتغطيه، الام هي اللي كترحم، والام هي اللي كتسمح، والام هي اللي كتغطي، والام هي اللي كتستر العيب ديال ولادها. فالطريقه باش جيتي انت عواله انك تسجليه وعواله تفضحيه، يعني طريقه شويه هي ماشي هي هذيك، يعني كي بحالك بحال ولدك الصراحه. هو ما كانش عليه يهضر ديك الطريقه معاك، ما كانش عليه يرد عليكم كي قلتي ربيتوه وكبرتوه وحتى ولا انجينيور باش تفرحوا به وكل شيء، طريقه غلط فيها هو، هادي غلط، وهذا الشيء غادي يديروه لولادو، يعني غادي يديروه لك البنات اللي قدامه، كما شاف هضروا هضر مع جداتهم ديك الطريقه غادي يديروا له هكاك. وش كي قلت لك، كي قلت شوف واش يحلوا لي الباب هو بعدا اصلا ولا لا. ولكن انت الحاجه راه شوهتي في العالم كامل، من غدا غادي تصالحوا، هاد الفيديو غادي يولي منتشر، شكون غايجمعوا عاد، من غدا غادي تصالحي وغادي تحني على ولدك، تحني عليه، لان الام هي الحنونه، ما كاينش مرحم من الام، ما كاينش مرحم من الام، غادي ترحمي عليه غترحميه وغادي تسامحيه وغادي ترضي عليه. وفينا هو داك الفيديوهات اللي كنت صيفطتي شحال هادي، هادي هي اللي قلت لكم، هاد الظاهره ما فهمتهاش انا، يتعايروا قدام الناس، يتعايروا في الفيديو، ما بقاوش كيتعايروا حتى بيناتهم قدام الناس، رجعوا بالفيديوهات وينشروهم، وفي التالي احنا تصالحنا الله يرضي عليه وكل شيء. وفين ديك الشوهه اللي شوهتيه؟ يعني راه حتى انت طيحتي به وطيحتي به في العالم، وهذا اللي قال لك هذه الطريقه هذه ديريها له راه شيطان بالمعقول صراحه، لان كان عليك طلبي له الهدايه وخاصمي عليه ويغوتي عليه وهذا، ولكن باش كتشوهيه بهذه الطريقه، جيتي قاصده، جيتي قاصده تسجليه، هادي انا غنقول لك. انا ماشي نقول لك علاش درتيها له، لان ولدك هذاك اللي ضرك وكل شيء راه الله يحسن العوان، راه كبده كتفيض، ولكن راه كترجع اكثر يا الام، انت فضتي وطلع لك الدم، ويقدر يدير لك بزاف الحوايج مادام جيتي باش تسجليه، يعني راه دار لك بزاف الحوايج اللي هما خلاك فاضوا بك صراحه، اللي خلا قلبتي على طريقه باش تنتقمي منه، ولكن راكي غادي ترجعي وعقلي، غترجعي وغادي تولي وتسامحي معاه وتغفري معاه وكل شيء. وفينا هو هاد الشوهه هادي اللي دايرين؟ هذا اللي ما بغيتش نفهم انا، ما هاد الظاهره اللي رجعت في اليوتيوب ما بغيتش نفهمها، ما بغاتش تفهمي ليا، كنشوف المحنه قلالت والكبده نشفات، لا الدراري ما بقاوش يحنوا في والديهم، رجعوا كيشوفوهم في اليوتيوب ويقول عليهم الديفويات ديالهم ويعايروهم وكل شيء، ولا الوالدين عاوتاني يعايروا ولادهم. فين الوالدين ديال شحال هذه اللي كيعيا الولد يدير شي حاجه لامو، والوالدين كيسمحوا ويغفروا، ونهار اللي كيسمعوا وكيمشيو يسولوا عليه ولو من بعد، ولو من بعيد يسولوا عليه، ولو يكون هذا الولد عاق ويمشيو يسولوا عليه مسكين من البعيد، ويمشيو يسولوا عليه وعلى ولادو وكل شيء، كذا كتحرك فيهم.
دابا هضره جوج كيمشيو ليوتيوب ويعايروا وينشروا الوسخ ديالهم في اليوتيوب وكل شيء، وفي تالي يقولوا لك احنا تصالحنا. فحسبي الله ونعم الوكيل، ما نكذبش عليك. هذا الشيء يعني هذا التسجيل اللي درتي كيبين ان راه كاينين بزاف د الحوايج وقعوا، وجيتي في الوقت اللي جيتي قاصده، جيتي عواله، يعني باغيه تجمعي لهم كل شيء في اليوتيوب، وجمعتي له واقيلا كل شيء في هذا اليوتيوب هذا. فكل شيء غيلومه هو، ولكن في نفس الوقت راه حتى انت ما كاينش الام اللي كتفضح ولدها، ما كاينش الام اللي كتشوه ولدها، ما كاينش الام اللي كتبغي الحاجه الخايبه لولدها، شي يخزيه، شي يخطي فيه، شي هذا، ما كايناش. وكنت قرايش اش كيقولوا عليه راه غيبقى فيك، لان راه ولدك وكيبقى راه ولدك، وانت اللي غتستريه، وانت اللي غتجمعي الهبال ديالو، وانت غتجمعي العيب ديالو. ويقدر تقول كي كنقولوا حنايا ما عنده ولا ماشي ما عنده، طلبي من ربي الهدايه، وهو داكشي اللي دار غادي يديروه لولادو. وهذا الشيء هذا، ولا اله الا الله محمد رسول الله، ما بقيناش عارفين هذا اليوتيوب هذا بصراحه. بزاف فاللي كنقول كتوحد كيوقعوا ويتعايروا وما يخليهم يقولوا، وفي التالي وحده دابا يوقع الصبح، ودابا عاوتاني يديروا فيديو انهم تصالحوا. ما فهمتش هذا العالم اللي حنا رجعنا فيه. فتنعاود نقولها ونعاود نقولها، حسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.